هذه قضية حي الاستقلال، يعني قضية المغرب. ولكن المهم في الأمر هو أنه هذه الحركة التي نقوم بها الآن ومستقبلا كذلك هي حركة مرتبطة بالحق ولا بشيء آخر. طبيعة الحال نحن نعلم أن فلسطين تقوم بالمقاومة ضد الاحتلال. كانت عملية التي قامت بها حماس والتي أعطت نتائج، ولولا يعني مع الإمكانيات الموجودة لولا الله لا يمكن أن تقوم بهذا. أظن أن يد الله معها. أما بالنسبة لإسرائيل فهي الإرهابية الحقيقية، وهي التي تقوم بجرائم حرب، وهذا من زمان. على كل حال هناك دراسة للأمم المتحدة ما بين 2008 و 2020 كان هناك 5200 من الفلسطينيين الذين قتلوا، وفقط 250 من الإسرائيليين. فهل يمكن أن نقول أنه هذا عمل فيما يتعلق بناحية أخرى؟ فنرى أنه الدول الغربية وأمريكا إلى آخره تقوم بعمل غير طبيعي وغير قانوني. وبطبيعة الحال عندما نرى أنه الغواصات الأمريكية تأتي لمساندة إسرائيل، مع أن فلسطين أو الشعب الفلسطيني كله ليس لديه القوة لأن يقوم بأي شيء، لا نحتاج إلى شيء. إذن هناك عمل محاولة إبادة هذا الشعب، يعني معناها أنه إذا استطاعوا ولم يستطيعوا إن شاء الله سيكون يعني بمثابة انتصار الظلم على العدل، وهذا لا يمكن أن يكون، لأن عدل الله.